ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ضوء كتاب ابن العربي، وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس. العرفان هو الأحكام الإلهية، العرفان الحقيقي هو معرفة فقه آل محمد، هذا هو العرفان الحقيقي. ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي هو معرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بها هو حقيقة التقوى الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية، هي حقيقة التقوى. العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق كما هو المصطلحهم، بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له، وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. ومن هنا يكون هذا الدرس خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، فعلينا أن نكون في يقظة وحذر من هذه الأمور.